السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا كيف مجرى دائم العدب بالصلاة والسلام على حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالبنات الغزالات المتتبعات الوفيات لقناة سحر الطبيعة. كنرحب بكم أشد ترحاب، خصوصا بالبنات اللي عاد التحقوا مؤخرا بالقناة. كنقول لهم مرحبا وألف مرحبا، وليتم والين الدار والقناة قناتكم، ومرحبا بكم جميعا. وكنشكركم أشد الشكر، وخنشكركم التنعية ما غاديش نوفيكم حقكم. كنشكركم على الإخلاص ديالكم وعلى الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم اللي خطيكم عليا البنات، وراكم عزاز وغاليات. اليوم إن شاء الله عندنا غداء بسيط كما ولفتكم بوصفات اقتصادية وديال الدرويش وفي متناول الجميع. اليوم عندي طاجين الخضرة ولا أروع، بدون لحوم، لا دجاج لا لحم لا والو، غير بالخضرة، صحي. كيجي تبارك الله معلك خاطر بنين. كاين بزاف ديال البنات المبتدئات اللي ما كيصدقش معاهم الطاجين اللي الا ما كانش فيه لحم او لا دجاج، كيقول لك راه واخا كندير الطاجين غير بالخضره كيجيني باسل ما كيجينيش بنين. الا تبعتي هاد الطريقه اللي غادي نوريك، كوني اكيده انه ان شاء الله غادي يبقى ينجح معاك الطاجين بدون لحوم، ويجيك المرق فيه ملبي وخاطر، واللي ذاقو يقول لك هذا راه احسن، اصلا احسن من انه فيه دجاج ولا لحم. هو واحد النهار في السيمانه ما فيها باس نقصوا شويه من اللحم دجاج، يعني نتوما عارفين راه ماشي صحي بزاف لينا. واحد النهار نديرو هكا طويجين بالخضره، صحي ما فيها باس، مره في السيمانه. غادي ندوزو على بركه الله ونقول لكم المقادير. عندي هنايا جزره، ولهاد الكميه اللي غنقول لكم على حسب عدد افراد الاسره ديالكم. كنتو تبارك الله عائله كبيره، راه غادي ديري القياس الخضره اللي كيناسبكم. انا طاجين ديال جوج الناس ثلاثه، هاد الخضره كافياني ووافياني. عندي هنا جزره اللي نقيتها وقطعتها هكا، وبقى غادي نقطعها ان شاء الله هكا، غنقطعها وغتشوفوها معايا. عندي حفنه ديال الجلبانه، عندي بصله، عندي جوج ثومات منقيين، جوج مطيشات، بطاطا، وعندي هنايا القوق. ها هو البنات، انا دايره في شويه ديال الماء الحامض باش ما يكحلش، كتعرفوه كيتاكسد. عندي شويه ديال الزيتون، وفي التوابل عندي هذا الكركم، شويه البزار، شويه ديال السكنجبير، الملحه، فص ديال الثوم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، نص كاس ديال الزيت، وهذه زلافه وشويه ديال الماء اللي غادي نخلط فيها التوابل. غنخليهم على جنب هكا حتى نقطع الخضره ديالي، وغادي نعاود معكم وانا كنصب، غنعاود معكم المقادير باش نعاودهم معكم باش تشوفوهم. وعرفتوا البنات هاد الطاجين كيتنصب بسرعه، 5 دقائق الا كنتي موجده كلشي، كديريه في دقه واحده وكتحطيه فوق العافيه، دغيا ما كياخذش معك الوقت. غادي نبدا بسم الله على بركه الله. غناخذ هاد البصله غنقطعها دوائر وغنفرشها هنا. ودائما البنات دائما في ما تبغي ديروا اي عمل، سميوا الله وقولوا بسم الله، راه ربي تيعاونكم وتيطرح البركه، وربي تيسر اي حاجه درتوها كتجي زوينه. ديما بسم الله في الفم ديالنا نقولوها هكا. وغير ديروا البصله البنات، البصله ملي كتذوب هي اللي كتعلك لينا، كتعلك المرقه هكذا. وغناخذ هذوك جوج الثومات وغادي نقطعهم هكا غير دوائر هكا، يعني هكا نجيبهم عشوائيا في الطاجين. غادي نجي هنا، غادي ناخذ هاد البطاطا غادي نقطعها دوائر، كذلك غنقطع هاد المطيشه دوائر. نحيد منا الزريعه شويه، صافي. من بعد ما قطعتهم هكا دوائر، غادي ناخذ الطاجين هكذا البنات، ديروا دائره ديال البطاطا
هكا يعني بواحد الشكل دائري، يعني حتى العين راه كتاكل. نديروه بواحد الشكل اللي زوين هكا على شكل وردة، تفننوا ماشي غير نخلطو ونحطو شي على شي، حطو بطاطا حطو مطيشة حطو، حتى العين راها كيما قلت لكم كتاكل وكتشهى. وهنا غادي ناخد هاد المطيشة وغادي نبقى نديرها ما بين بطاطا هكذا، واقفة حتى هي بين بطاطا ومطيشة. صافي هنا درت ما بين كل جوج دوائر درت دائره ديال المطيشه، وهنا الوسط حيت كنعرفوا ان خيزو شويه كيبغي طياب، غادي نديرو هنايا الوسط، هنقطعوه هكذا على هذا الشكل. دابا هنا غادي ندير الوسط الجلبانه كيف حال هكذا. غادي ناخد هاد القوق اللي خليت في الماء والحامض، غادي نقطعوه هكا كتعرفوا القوق دغيا كيطيب البنات هكا. غير جوج قوقات قاضي الغرض، ماشي بشرط نديرو البنات كمية كبيرة ونبقاو غير نضيعوه ونخليوه يشيط في الطاجين ويبقى الماكلة تلاح، لا نديرو غير القياس. ها هو راه غير جوج قوقات، و الا عرفنا كيفاش ننظموهم غادي يعطيونا الخير والبركه. صافي هانا درتهم، غادي نرمي هاد الزيتون في الجوانب هكذا. ها هو رميت الزيتون في الجوانب بحال هكذا، غادي نخليه على جنب باش ندوزو للتوابل. هنا غناخد زلافه غادي ندير فيها واحد، غادي ندير فيها شويه ديال السكنجبير هكذا، شويه ديال البزار، شويه ديال الكركم، وغندير قياس الملحه اللي غادي يملح لينا الخضره ديالنا شويه، وغادي ناخد واحد فص ديال الثومه غادي نحكو هكذا، وغنخلط هاد التوابل بشويه ديال الماء. هكذا البنات، يعني طاجين ساهل لاي مبتدئه تبارك الله غادي ديرو وغينجح معاها، ما فيه لا تعقيدات لا والو، غتنقي كيما شتو خضيره غتستفها، تخلط لها هكا التوابل اللي عطيتكم غادي تسقي بها الطاجين ديالكم. صافي بقاو تسقيو هكا. صافي هكا غادي نشلل هاد الزلافه، اختكم راه ما تضيع حتى حاجه. راه ديما كنقول لكم انا الشعار ديالي الاول هو لا للضياع. ها هي صافي، هنا ما غنزيدوش الماء البنات، غير هذا اللي خلطت به التوابل كافي، ما غاديش نزيد فيه ولو نقطه د المخره. هاد الادناء غادي نرش قزبور معدنوس صافي هكذا، وغادي ناخد نص كاس ديال الزيت ها هو، وغادي نسقي به هاد الخضره ديالي هكذا. صافي ها هو ساهل ماهل بسرعه كيوجد، ما كاين لا قلي دجاج لا قلي لحم، ها هو ها هو البنات
غير الشكل ديالو تبارك الله تيشهي، وما غنقولش لكم اللي غادي يطلق البلول ديالو غنوريه لكم اكيد، غادي يبدا يطيب وغادي يجيب لنا ان شاء الله المرق ديالو خاتر وملبي. قبل ما ننسى واحد الحاجه، غادي نديكم معايا نجيبو مزيود حار. هناخدو مزيود البنات، ها هو نجيبكم الجرده، هذا باقي صغار، هناخد شي مزيود يكون كبر. ها هي دائما كنقول لكم البنات راه هاد الفلفله انا اللي زرعتها، ها هي غنمشيو نديرو هاد الحمراء راه حاره. شوفوا هادو باقيين صغيورين، ها الاخرى وها هما وحدين اخرين. صافي ها هي قلاتها، غادي نمشي نغسلها ونديرها فوق الطاجين. وها هي البنات الغزالات، ونديو الطاجين ديالنا فوق العافيه. ودائما النصيحه اللي كنعطيكم دائما هو ان الطاجين يطيب على نار تكون مهيله بزاف. الطاجين عمرو ما كيطيب على النار تكون عاليه، ما غير كيجيش بنين وكيشرب دغيا والخضره ما كطيبش. وثاني حاجه هما ان كاين شي بنات كيقولوا لك علاش الخضره ديالنا في الطاجين ما كطيبش، علاش ما كطيبش؟ حيت ملي كتغطي عليها ما كتخليهاش واحد مثلا تفوت اكثر من ساعه وانتي ما عريتيش عليه، لا كتجي كل مره كتبقاي تطلعي عليه، كل مره كتبقاي تعري تطلعي عليه. هذاك اللي كل مره كتعري الطاجين الخضره كنقولوا كتكنزز ما كتخليهاش طيب، لا هذاك البخار اللي كيتربى هنايا كيولي يخرج، خليه تتفوت اكثر من ساعه على نار مهيله بزاف، جمع هذاك البخار ديالو داخل الخضره دغيا كطيب معاك بسرعه وما كيطراش لك هذا المشكل. الخضره اصلا الا كانت طريه وجديده راه كطيب بسرعه. صافي غادي ندي الطاجين ديالي فوق النار وان شاء الله في نص الطياب غادي نوريه لكم. وها الطاجين البنات، ها هو ضرب نص طيبه، انا وريته لكم في نص ديال الطياب. شوفوا البلول اللي طلق، راه حنا ضفنا غير هذاك نص كاس اللي خلطنا به التوابل. شوفوا تبارك الله كيبان من دابا كيبان ملبي، باقي غفين غادي نخليه يزيد يختار. ها الخضره قلبتها لقيتها راه طابت تبارك الله، ملي كتكون الدخان سمحوا لي تبارك الله ملي كتكون الخضره كما كنقول لكم طريه وجديده راه دغيا كطيب. ها القوق حتى هو طاب، ها نتوما كيدخل فيه الموس رغم ان راه الطاجين يلاه في نص طيابو، غادي نخليها وكلشي طاب. ها نتوما كذلك هذيك الجلبانه ها هي طابت، كلشي طاب، غادي نخليه حتى يتلبى مزيان. ها نتوما البنات شوفوا شتو البلول كيتيبان، غادي نخليه حتى يختار ويزيد يتلبى وان شاء الله نوريه لكم ملي غادي يكمل الطياب ديالو. وها الطاجين ديالنا البنات طاب ما شاء الله، شوفوا كيجا ما شهيتكم، طاجين بدون لحوم ولكن كيجي رائع. ها نتوما البنات شوفوا، رغم ان كما قلت لكم ما ضفناش ليه ولو قطره ديال الماء، شوفوا كيجا ملبي. نقرب لكم باش تشوفوا المرق، هانتوما شفتو كيبان البنات المرق كيبان خاتر. هذا هو اللي بغيت نركز لكم عليه، هو انه لان الطاجين راه اي واحد غيدير الخضره في الطاجين ويخليها طيب، ولكن السر هو ان المرق ديال الطاجين اللي ما كيعرفش ليه كيجيه دائما جاري، كما كنقولوا دائما البلول في جيه والخضر في جيه. ها هو البنات كيبان لكم ملبي المرق ملي كيكون هكذا خاتر، كتهزوه كتلقاو خاتر كتعرفوا راه تبارك الله جمع لك وزوين. كنتمنى يا ربي الطاجين ديالي المتواضع يعجبكم ونكون عند حسن ظنكم ويعجبكم الفيديو. الى عجبكم البنات ما تنساوش اختكم البنات من اللايك، جزاكم الله كل خير، وبالبارطاج مع العائله والاحباب. الى هنا الفيديو ديالنا يكون سلا، كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ومع اقتراحات اخرى، ومع الف سلامه.